تفتكروا ممكن دونالد ترامب يرجع يحكم أمريكا تاني؟ والله كل شيء وارد. فبعد سنتين كاملين من إغلاق كل حساباته بسبب أعمال الشغب واقتحام الكونغرس في 2021، شركة ميتا قررت إنها ترجع حسابات ترامب على فيسبوك وإنستجرام. تفتكروا صدفة؟ ده كده يعني بعد شهرين بالظبط من إعلان ترامب إطلاق حملته للعودة للبيت الأبيض. المهم، شركة ميتا بررت ده بإن والله إحنا مش عايزين نقف في طريق وصول صوت المرشحين للحكم للناس عشان ده من حقهم. ملحوظة صغيرة كده، إيلون ماسك كمان كان أعاد حساب ترامب على تويتر في نوفمبر اللي فات، يعني كده ترامب بقى قدامه كل البلاتفورمز مفتوحة. لكن على الجانب التاني وفي نفس الوقت اللي في السكة بتتفتح لترامب، بايدن واقع في أزمة، وهي تحقيقات بسبب احتفاظه بوثائق سرية في مكتبه منزله الخاص أيام ما كان نائب للرئيس أوباما. وعلى الرغم من أن ترامب كان واجه نفس المشكلة، بس الفكرة حاليا في التوقيت، لأن ده هيأثر بشكل كبير جدا على نتائج الانتخابات. مش بس كده، آخر معلومة حابة أقولها لك إن مايك بنس نائب الرئيس بايدن أعلن نيته الترشح في الانتخابات اللي جاية. مفيش بعدها بكام يوم طلع إنه كان بيحتفظ بوثائق سرية برضو. شوف يا أخي، سبحان الله، صحيح يا أخي والله، كم من الجرائم ترتكب باسم الانتخابات. سلام.